تواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. مزيد من المتابعة وآخر التطورات ينضم إلينا هاتفيا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، يعني آخر ما لديك من تفاصيل فيما يتعلق بوصول ودخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؟ تحياتي لك محمد ولكل السادة المشاهدين. بالفعل جهود مصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية. نحدثكم الآن من أمام بوابة معبر رفح المصري التي لا زالت مفتوحة أمام دخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين، لكن لدينا عدة مستجدات اليوم من أمام المعبر وهي الخاصة بدخول المساعدات والإجراءات التعنتية من الجانب الإسرائيلي التي تمنع دخول أكبر عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة. اليوم كان من المفترض تجهيز، يعني تم تجهيز 80 شاحنة لدخولها إلى معبر كرم أبو سالم، ولكن تم منع هذه الشاحنات من الدخول وعدم مرورها، وعادت مرة أخرى إلى الجانب المصري، بالإضافة إلى ما دخل إلى معبر العوجة. فقط نتحدث من 47 إلى 50 شاحنة دخلوا فقط إلى منفذ العوجة، وربما أيضا يعني عدم الدخول من بوابة كرم أبو سالم يعود إلى التظاهرات التي كانت منذ يومين للمستوطنين أمام دخول أو أمام شاحنات المساعدات. وعندما تحدثنا مع بعض السائقين هنا أكدوا أن يعني المنع يكون من الجانب الإسرائيلي بسبب الإجراءات التفتيشية التي تحول دون دخولهم لتفريغ حمولتهم وإرسال هذه المساعدات لقطاع غزة. فنحن نتحدث الآن ونحن أمامنا عدد كبير من الشاحنات التي تم تجهيزها الآن أمام اليوم أمام معبر رفح المصري، بالإضافة إلى عدد آخر من الشاحنات يتم تجهيزهم تباعا للدخول، وتستعد هذه الشاحنات للدخول بالإضافة إلى الشاحنات التي أفرغت حمولتها وعادت مرة أخرى يعني الخروج من بوابة معبر رفح المصري. هذا فيما يتعلق بالشاحنات المساعدات. أيضا بوابة معبر رفح المصري لا زالت مفتوحة أمام استقبال الجرحى والمصابين. نتحدث اليوم تحديدا عن أن المعبر حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم استقبل 25 مصاب بالإضافة إلى 40 من المرافقين لهؤلاء المصابين، وعلمنا أن بعض الحالات توجهت إلى مستشفى الشيخ زويد وهي القريبة من معبر رفح، ثم بعض الحالات الأخرى التي توجهت إلى محافظة السويس حيث مستشفيات مدن القناة هناك لتلقي العلاج والرعاية الكاملة، بالإضافة إلى أننا اليوم أيضا كنا نتابع خروج عدد من الرعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية، يعني نتحدث عن العشرات حتى الآن من رعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية الذين خرجوا من بوابة معبر رفح المصري، وهناك بعض التسهيلات الموجودة من وسائل النقل المختلفة التي تنقلهم إلى الوجهة التي يريدون الذهاب إليها، بالإضافة بالطبع إلى يعني وجود عدد كبير من الشاحنات أيضا سواء من المساعدات المصرية أو حتى من المساعدات الإماراتية والمساعدات الألمانية. هناك أيضا عدد من الخيم والبطاطين وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة والمواد الغذائية على كل هذه الشاحنات المصطفة على جانبي الطريق أيضا وصولا حتى إلى مدينة العريش. فبالتالي جهود مصرية كبيرة، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهاتف من أمام معبر رفح البري. أشكرك جزيل الشكر.